ويمكن دحين علي يعني كثير من السيدات اللي قاعدين يتابعونا أو حتى الرجال يمكن أي أحد يحاول يطول ملابسه من الخزانة أو صحيح. الدولاب يمكن يكون شوي بيحمل أكياس أو يجيب حاجة يحس بوجع فظيع في كتفه فعلى طول يروح يغير الكتف الثاني. هذه دائما تصير وأشوفها بكثرة علي، لكن ليش وإيش المشكلة؟ هذا اللي اليوم حنعرف بلا شك. هالأشياء هذه راح نتعرف عليها مع دكتور عادل الرجولة اللي راح يعطينا كل الأجوبة على هالأشياء هذه وأكثر. فيا هلا وسهلا فيك. هلا وسهلا. يسعد صباح. يعني فعلا شيء مرة حلو، حنرجع لك دكتور عادل لأنه فعلا موضوعنا اليوم مرة مهمة ومرة أشياء حقيقي. يعني أنا واحدة من الناس علي حقيقي دائما عندي مشكلة في كتف اليمين ولا اليمين، فكنت هذيك الفترة قاعدين أنا والدكتور عادل وكنا قاعدين نتكلم مع أكثر من أحد، فبقول له من جد ماني عارفة إيش المشكلة، هل هو انزلاق غضروفي؟ وجيتك الأسبوع الماضي وقلت لي غادة لازم تحليها. صح صح. اليوم رح نحكي عن آلام الكتف. حلو. وخصوصة الكتف المتجمد. شو يعني الكتف المتجمد؟ مثل ما اسمه بدل عنه، هو لما يكون في صعوبة بحركة الكتف مع ألم بكل الاتجاهات. بكل الاتجاهات، طبعا في اتجاهات أكثر من غيرها، ولكن تقريبا بكل حركة بالكتف بيكون في ألم وصعوبة. حلو. ليش بيصير هذا الشيء؟ علي خلينا نوقف شوي أنا وياكم. يلا. كتفي متجمد ولا مو متجمد؟ لا إن شاء الله مش متجمد، بس اشرح لك شغلي. علي عمول إيديك هيك. كذا. نعتبر إنه إيديك هني مفصل كتف. عال. شوف. حرك إيديك. سهل تحركهم صح؟ جدا. أوكي. حركهم هلا. صعب. جدا. أوكي. إيديك هني مفصل الكتف. وإيدي هني غلاف مفصل الكتف. نحن حوالي مفصل الكتف في عنا غلاف، أحياناً هذا الغلاف بيلتهب وبيصير مؤلم وبيتشنج فبيعمل اللي منسميه الكتف المتجمد. هل في أسباب معينة؟ بالضبط. هلأ شوف هيدا مثل، خلينا نترك هيدا حنشوف ليش حنستعملها بعد شوي، نترك على جنب. هيدا مثل عن الكتف بحالته الطبيعية. حلو. وهيدا غلاف الكتف متشنج، شوف كيف في صعوبة بحركة الكتف. صحيح. شو أسبابها؟ أول شيء الكتف، خلينا نشوف هذا المضل. الكتف فيه كتير أوتار. أوكي؟ أحياناً التهاب بسيط بوتر الكتف إذا أهمل ممكن يتطور ويعمل تشنجات ويعمل الكتف المتجمد، وخصوصاً إذا الشخص أهمل العلاج الطبيعي والتمارين واعتمد فقط على الأدوية. حلو. بيتطور بيصير كتف متجمد. رقم اثنين، لو صار حادث، لو المريض عرض لحادث أو وقع على كتفه، غلاف الكتف بيعمل ردة فعل إنه بيتشنج كتير وبيعمل ألم. حلو. رقم ثلاثة، بعد عمليات استئصال أو تكبير الثدي. وإذا حابين تعرفوا ليش بعد عملية تكبير الثدي بيصير هذا الشيء، تابعونا إن شاء الله بحلقة رح نحكي عن الأثار الجانبية لعملية يعني تكبير الثدي. العلاقة ممكن تكون شوية غريبة يعني. صح. فمشان هيك إن شاء الله بيتابعونا بحلقة ومنعرف شو السبب. رقم أربعة، الخوف من حركة الكتف. أنا كتير بيجيني مرات مرضى بيكون عندهم التهاب بسيط أو ألم بسيط بالكتف، بيجوني عاملين هيك بيكونوا خايفين يتحركوا، بيكون حدا قايل لهم إنه إذا تحركتوا الألم بيزيد، وهذا غلط. الخوف من حركة الكتف بيخلي مفصل الكتف يشد يتشنج فبيعمل كتف متجمد. وبالنسبة لي يتمرنون طيب دكتور، إذا صار عندهم إصابة، إذا تمرنوا فوق قدراتهم وصار عندهم إصابة، نرجع لالتهاب وتر الكتف اللي إذا أهمل بيعمل كتف متجمد. حلو. وآخر سبب هو الأشخاص اللي بيعانوا من ضغط عالي أو سكري، بيكون عندهم احتمال أكبر للكتف المتجمد لأنه بيكون في ضعف بالدورة الدموية. حلو. إحنا دائما مع دكتور عادل في أسباب بس في علاجات 100%. بس هنحكي نص دقيقة عن شو بيقلنا المريض. أوكي. بيقلنا أنا عندي ألم لما نام على كتفي، وأحيانا هيدا الألم بيصحيني بالليل. رقم اثنين، ست البيت بتقلي دكتور أنا عندي ألم، بس خليني رجع هاي حتى أعرف إشرح لكم مزبوط. حلو. بتقلي ست البيت بتقلي دكتور أنا عندي ألم إذا عم علي بدي استعمل شيء بخزانة المطبخ أو عم علي تياب، بتصير السيدة بتعلي كتفها هيك بهالطريقة. ما بتعود تعمل هيك لأنه ما في ليونة، فبتصير بتعلي كتفها بهالطريقة. أو بتقلنا أنا عندي ألم لما بدي بكي مثلا تنورة أو فستان، حط إيدي بهالطريقة. حلو. العلاج. حلو. أول شيء طبعاً العلاج يبدأ بالعلاج الطبيعي، وخصوصاً العلاج الطبيعي اليدوي لتحريك مفصل كتف ومحاربة هذا التيبس اللي بيكون. هل في تمارين معينة ولا؟ تمارين طبعاً معينة، مشان هيك جبت هاي معي. يعني أنا بحب دايماً ساعد ست البيت، فكل سيدة عندها هيدي المكنسة صح؟ منشيلها، منشيل هاي، وكل تمارين اللي حاجيكم إياها تعتمد على هاي. حلو.
اولا ليش العصايه؟ صافونك حتى ما ليش العصايه؟ حتى الايد السليمه، خلينا نقول الايد السليمه هي اليسار واللي متالمه هي اليمين، حتى الايد السليمه تساعد اليد المتالمه. نطلب من الشخص يرفع هيك لقد ما بيقدر، وارجوكم اسمعوني كثير منيح، لحدود قدرته، ما تكون مؤلمه، حس بس بشد. خلينا نقول المريض بلش يحس بشد هون، يعد 1 2 3 4 5 وينزلها. يعيد التمرين 10 مرات 3 مرات في اليوم. التمرين الثاني اليدين ملاصقتين، صح العربي هيك للجسم، واليد السليمه بتدف اليد المتالمه كمان 1 2 3 4 5 كمان 3 مرات على اتجاه واحد، صح؟ الاتجاه المتألمة، اليد المتألمة. تمرين رقم 3 نعمل هيك، اليد السليمة بتدف اليد المتألمة إلى الأعلى، للأعلى أكثر شيء في المريض بدون ما يكون مؤلم. 1 2 3 4 5 كمان 3 مرات باليوم. بعد عنا تمرينين على السريع. تمرين من بتحط هيدي، آسف، لا خطرة، هيدي اليد المتألمة حلو، وهيدي اليد السليمة، أنت بتمسكها هيك ومنعلي بس 1 2 3 4 5 حتى نسهل هيدي الحركة. وآخر تمرين رح أرجيكم إياه، منا بحاجة لهاي. ما حيحسوا بألم لما نعملوها؟ برافو عليك، هذا السؤال كتير منيح، مشان هيك أنا قلت دكتورة، ما شاء الله يا غادة دكتورة أنت بس تبناني بالضبط، مشان هيك أنا قلت لحدود الشد وليس الألم. يعني إذا السيدة بتحس بألم هون بالتمرين توقف هون، توقف قبل الألم. أوكي، بس لحدود الشد. آخر تمرين رح نرجيكم إياه، بس هلأ رح نعطي إنه الجهة اليسار هي المتألمة مشان أسهل. خلينا نعتبر إنه هذا جدار، هذا التمرين بسموه تمرين السلم. خلينا نقول إنه هذا جدار، السيدة أو الشخص المتألم بيرفع إيده بهالطريقة هيك 1 2 3 4 5 لحدود الشد، وبعد للخمسة، وبعدين بنزلها بنفس الطريقة، بيرجع 1 2 3 4 5 لحدود الشد، وبعدين بنزلها بنفس الطريقة، بيعملها 3 4 مرات باليوم، بكرر الحركة 10 مرات 3 4 مرات باليوم. عظيم، شكرا لك، يعطيك العافية يا دكتور. حبيبي الله يعافيك. خلينا نشوف، خلينا نشوف المقطع هذا. شكرا لك على